معايا تليفون. الو الو، الو، اهلا وسهلا. مليون مبروك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تستاهليها وتستاهلي كل الخير. ربنا يبارك لك يا رب. شكرا، الف شكر. وطبعا ده حلم كان بالنسبه لي قبل ما يكون بالنسبه لي. يونس مش هينفع معرفكش طبعا، انت جوزي مش هينفع معرفكش حبيبي. مليون مبروك يا مروه، مليون مبروك والله. يعني كان حلم والله عشته معاكي، ولسه مكمل احلامي كلها بيكي ومعاكي. حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب. وربنا يخليكي يعني حلوه زي ما انت كده في كل حاجه انت بتعمليها، بقلبك الطيب النقي، هو ده اللي مخليكي جميله، واللي دايما انت بتكلمي الناس بقلبك. عشان كده ربنا بيطبطب عليكي وبيديكي كل اللي بتستنيه. انت من ضمن الحاجات، الرزق الكبير اللي ربنا رزقني بيه، ربنا الحمد يكرمك يا لله، رب. الحمد لله على اللي انا دايما بشوفك في نجاح، والحمد لله اللي انا دايما شايفك محبوبه والناس بتتمنى لك كل الخير. فخور ان انت مراتي. من 2020 لما ابتديتي حكايات على الانترنت وكنت لسه في البدايات، وقلت انا مبسوط واعلن على فرحنا، بعد احنا في 24 ونجاحك الحمد لله بالدكتوراه، بقول ان شاء الله هنكمل المشوار مع بعض، وان شاء الله رب. ربنا بيكتب لك الخير وبيديك الخير. وشكرا لكل الناس الطيبين الجدعه، منهم الدكتور عبد الله، طبعا منهم ناس كتير اصحابنا، والناس بيتمنى له الخير من قلوبهم. يعني حبيبي انا الكلام مش مترتب، بس انا مبسوط وحبيت اشارك وصلني قوي، الفرحه وعارفه وتاخد بقى اللي جواك، وواصلني ومش هنكر وقفتك جنبي. ربنا يكرمك يا رب انت كمان، وتنجح اكتر واكتر. وزي ما بيقولوا ورا كل رجل عظيم امراه، انت كمان، انت كمان عظيم قوي، وكنت واقف جنبي ورا كل امراه رجل عظيم زيك، فربنا يكرمك يا رب. وعايز اسالك سؤال وقولي بمنتهى الامانه، واحنا في المناقشه كنت ببص خايفه وعايزه اجري عليك، بس مش عارفه اعملها ازاي، وانت كنت بتهرب ونظراتك كانت بتهرب عشان ما تبصليش. اوصف لي بقى شعورك في اللحظات دي، وانا واقفه وبقول وبتسال ولازم اجاوب، والموضوع ما فيهوش هزار. هقول لك بمنتهى الصراحه بقى، عشان ده ما حدش يعرف الجزئيه دي. لو انت اول مره بحس بالضعف وانا معاكي، يعني وانا موجود معاكي في نفس المكان، يعني انت كل مره لما بيحصل لك موقف، بيحصل حاجه، تكلميني، بنعرف نتصرف، بيكون ليا رد فعل. لكن المره دي اول رد فعل ابقى سلبي، اللي انا مش عارف اعمل حاجه. انا طب يعني اعمل ايه؟ اقوم اساعدك ازاي؟ اقوم احضنك ازاي؟ اقوم اقويك ازاي غير بنظره؟ يعني عايز اقول لك اجمدي، انت قدها فعلا. انت ربنا خلقك بس للخير والله. انت ربنا يعني والله يا جماعه، انا مش بقول كده عشان هي مراتي ولا اللي هي كل حياتي، لا، هي فعلا حد جميل جدا، ملاك على الارض. يا حبيبي ربنا يكرمك يا بنتي، يا رب. وربنا يديكي دايما من نجاح لنجاح، واشوفك دايما ناجحه وبارك لك دايما كده يا رب. وانت معايا يا حبيبي، ربنا يسعد قلبك ويخليك ليا. شكرا، شكرا جزيلا. والنهارده بقى يا جماعه ايه يعني، نقول كل عوز برب الفلك بقى، وكل عوز برب الناس والمعوذتين والحاجات الحلوه دي. انا عارفه ان الناس الحلوه كلها اللي بتحبني هتدعي لنا دلوقتي، وربنا يكرمك يا رب، ويجعل اي ست في ظهرها راجل جدع، واي راجل في ظهره ست محترمه وجدعه.